هل والدة ياسر معانا يا شباب؟ والدة ياسر معانا على التليفون. ألو. ألو، السلام عليكم. يا حج عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذة عزة؟ كل سنة وحضرتك وأنت طيبة. طيبة الأول يا حبيبة قلبي، ربنا يبارك فيك ويديك الصحة يا رب، ويبقى ما اللهم نحرمش منكم. والله بصي دعواتكم لسيادة الرئيس، وهو دايما يقول أنا عايز تدعو لمصر، ربنا يديه الصحة ويبارك له يا رب ويعينه ويقويه. اللهم امين. حلوة قوي، حلوة قوي الدعوة دي، يعينه ويقويه، حلوة قوي. اللهم امين، ربنا اللهم يتقبل امين منك. يا رب. اللهم امين. قولي لي بقى انت احساسك ايه لما شفتي سيادة الرئيس استجاب وهيتم التواصل معاكوا على طول لعلاج والله ياسر؟ فرحت طبعا من قلبي واتبسطت ودعيت له ربنا يبارك فيه ويديه الصحة ويعينه ويقويه يا رب، اللهم يعينه امين على مصر وتحمل المسؤولية. حبيبتي حبيبتي، ربنا يا رب يسعدك بياسر، وما تقلقيش كل حاجة هو نفسه فيها هتتعمله يا رب، ما تحرمش منك يا أستاذة عزة، ربنا يبارك لك يا رب. حبيبتي حبيبتي، إن شاء الله هتابع معاكي وهنتواصل مع بعض زي ما تواصلنا مع بعض كده علشان نصور حالة ياسر، وأي حاجة تعوزيها احنا تحت أمرك. كل سنة ما كل تحرمش سنة منكم. وإنتي طيبة. وإنتي طيبة يا عمري، وإنتي طيبة، ربنا فرحي ياسر بقى وفرحي أخوها. حاضر يا عزيزي، فرحي، ربنا يسعدك حبيبتي، ربنا يسعدك. كل سنة وإنتي طيبة. وإنتي طيبة يا عمري، ربنا يسعدكم ويبارك لكم كلكم يا رب. وإنتي كمان يا حبيبة قلبي، يا رب يا رب. اتفضلي اتفضلي يا فندم، أشكرك. إحساس الأم بإنه أم، يعني دي الحالات الطبيعية، يعني الأم الطبيعية والأخ الطبيعي في مساندة أخوهم، ودي الحالة المصرية الطبيعية. سيبكوا بقى من أي حاجة تاني، دي حاجة غير طبيعية. ياسر هتقوم بالسلامة حبيبي، هتبقى زي الفل بأمر الله، وأكيد يعني الاهتمام بيك هيبقى ده منعكس على حالتك النفسية زي ما كان أخوك ووالدتك بتقول إنه أنت نفسيا مش كويس، وده طبيعي. ربنا يشفيك ويشفي كل مريض يا رب.